السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأبناء وبناتي الصف الأول الابتدائي. سنتناول اليوم درس جديد من دروس اللغة العربية وهو حرف الميم. حرف الميم يا أبنائي سنتحدث عن أشكال وصور لحرف الميم، أشكال الحرف في أول ووسط وآخر الكلمة، حركات الحرف الأربعة: الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون، والحرف الممدود: مد بالألف، مد بالواو، مد بالياء، وقصة أيضا على الحرف. ننتقل إلى أول جزء من جزئيات حرف الميم وهو حرف الميم الممدود. زي ما احنا متفقين يا أبنائي إن حروف المد ثلاثة: مد بالألف وما قبله الممدود فتحة، مد بالواو وما قبله الحرف الممدود ضمة، مد بالياء وما قبله الحرف الممدود كسرة. مرة أخرى، حروف المد ثلاثة: مد بالألف وما قبله فتحة، مد بالواو وما قبله ضمة، مد بالياء وما قبله كسرة. مد بالألف وما قبله فتحة، مثل كلمة آمال، بنت اسمها آمال، ونلاحظ إن سورة بنت اسمها آمال تحت الكلمة. آمال يا أبنائي بها مد بالألف، آمال بها مد بالألف، وما قبلها الحرف الممدود حرف الميم عليه فتحة. مد بالواو وما قبله ضمة، مثل كلمة محمود، ولد اسمه محمود. محمود يا أبنائي به مد بالواو وما قبله الحرف الممدود حرف الميم عليه ضمة. مد بالياء وما قبله كسرة، مثل كلمة سمير، كلمة سمير ولد اسمه سمير. كلمة سمير يا أبنائي به مد بالياء وما قبله الحرف الممدود تحته كسرة وحرف الميم. مرة أخرى، حرف الميم الممدودة. بيتحدث هذا الجزء عن حروف المد: مد بالألف وما قبله فتحة، مثل كلمة آمال، بنت اسمها آمال. آمال بها مد بالألف وما قبله فتحة، ونلاحظ إن حرف الميم قبل المد بالألف عليه فتحة. مد بالواو وما قبله ضمة، مثل كلمة محمود، ولد اسمه محمود. محمود به مد بالواو وما قبله الحرف الممدود حرف الميم عليه ضمة. مد بالياء وما قبله كسرة، مثل كلمة سمير، سمير به مد بالياء وما قبله كسرة. ننتقل الآن إلى جزء جديد من حرف الميم وهو حكاية حرف الميم. نستمع إلى حكاية حرف الميم. استيقظت منى مبكرا فقالت لأمها: إنني جائعة. فأحضرت لها أمها موزا وماء، أكلت منى الموز وشربت الماء باستمتاع وهي فرحة. القصة مرة أخرى. استيقظت منى مبكرا فقالت لأمها: إنني جائعة. فأحضرت لها أمها موزا وماء، أكلت منى الموز وشربت الماء باستمتاع وهي فرحة. القصة اللي قرأناها يا أبناء بتتحدث عن بنت اسمها منى. منى استيقظت أي صحيت من النوم مبكرا وأخبرت أمها بأنها جائعة. أحضرت أمها لها الموز والماء، أكلت منى الموز وشربت الماء باستمتاع وهي فرح. نقرأ القصة مرة أخرى لكي نستخرج الكلمات التي تشتمل على حرف الميم. استيقظت منى مبكرا فقالت لأمها: إنني جائعة. فأحضرت لها أمها موزا وماء، أكلت منى الموز وشربت الماء باستمتاع وهي فتح. نلاحظ إن كلمة منى تشتمل على حرف الميم، وكلمة أمها تشتمل على حرف الميم، وكلمة موز تشتمل على حرف الميم، وكلمة ماء تشتمل على حرف الميم. كل هذه الكلمات تشتمل على حرف الميم. ننتقل الآن إلى جزء جديد وهو بعنوان أمثلة وصور على حرف الميم. أول سورة يا ابنائي دي سورة إيه؟ ممتاز، سورة جمل. سورة جمل، كلمة جمل تشتمل على حرف الميم. وزي ما احنا ملاحظين كده يا ابنائي إن حرف الميم هو الحرف الأوسط، الحرف في وسط الكلمة. طب بعد سورة الجمل سورة إيه؟ ممتاز، سورة شمس. كلمة شمس أيضا تشتمل على حرف الميم، وحرف الميم في وسط الكلمة. بعد شمس كلمة إيه؟ كلمة موز. كلمة موز أيضا تشتمل على حرف الميم، وحرف الميم في أول الكلمة. بعد الموز سورة إيه؟ سورة ملك. كلمة ملك تشتمل على حرف الجيم وحرف على حرف الميم، وحرف الميم في أول الكلمة. بعد الملك سورة إيه؟ سورة مركب. كلمة مركب تشتمل على حرف الميم وحرف الميم في أول الكلمة. مرة أخرى، كلمة جمل والميم في وسط الكلمة، كلمة شمس والميم في وسط الكلمة، كلمة موز والميم في أول الكلمة،
كلمة ملك والميم في أول الكلمة كلمة مركب والميم في أول الكلمة. ننتقل الآن إلى جزء جديد وهو بعنوان حركات حرف الميم. ميم فتحة، ميم كسرة، ميم ضمة، ميم سكون. ميم فتحة ما، مرة أخرى، ميم فتحة ما، ميم فتحة ما، مثل كلمة موز. كلمة موز، نلاحظ إن كلمة موز تشتمل على حرف الميم، وحرف الميم عليه إيه؟ فتحة. ميم فتحة ما، كلمة موز. ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، ميم كسرة مي، مثل كلمة مكواة. ميم كسرة مي، مثل كلمة مكواة. ميم كسرة مي، مثل كلمة مكواة. كلمة مكواة تشتمل على حرف الميم والميم تحته كسرة. ميم ضمة مو، ميم ضمة مو، ميم ضمة مو، مثل كلمة معلمة. كلمة معلمة، كلمة معلمة تشتمل على حرف الميم والميم عليه ضمة. ميم سكون ماء، ميم سكون ماء، مثل كلمة فم. كلمة فم تشتمل على حرف الميم وحرف الميم عليه سكون. مرة أخرى، حركات حرف الميم. ميم فتحة ماء مثل كلمة موز. ميم كسرة مي مثل كلمة ميكوا. ميم ضمة مو مثل كلمة معلمة. ميم سكون ماء مثل كلمة فم. ننتقل الآن إلى جزء جديد وهو أشكال حرف الميم. الميم في أول الكلمة، والميم في وسط الكلمة، والميم في آخر الكلمة. أول شكل يبني الميم في أول الكلمة مثل كلمة موز، مثل كلمة موز. والشكل الثاني الميم في وسط الكلمة مثل كلمة شمس، مثل كلمة شمس. والشكل الثالث والأخير الميم في آخر الكلمة مثل كلمة فم، مثل كلمة فم. مرة أخرى، للميم ثلاث أشكال. الشكل الأول الميم في أول الكلمة مثل كلمة موز. الشكل الثاني الميم في وسط الكلمة مثل كلمة شمس. الشكل الثالث والأخير الميم في آخر الكلمة مثل كلمة فم. هكذا انتهينا من شرح درس حرف الميم، ولنا لقاء جديد مع درس جديد من دروس اللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.